عقيدة أهل الإيمان لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتكلم في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا على ما خلق الله به أو لأجله الخليقة، وأنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل وخلق الله الجنة والنار ونصب الميزان وجعل الرقيب والعتيد والحسنات والسيئات على عباده. عقيدة أهل الإيمان لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتكلم في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا على ما خلق الله به أو لأجله الخليقة، وأنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل وخلق الله الجنة والنار ونصب الميزان وجعل الرقيب والعتيد والحسنات والسيئات على عباده، وجعل الناس وقسمهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهؤلاء كانوا بسبب ما فرطوا أو وافقوا معه أو فيه ما خلق الله جل وعلا العباد لأجله. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده، وتوحيد الله سبحانه وتعالى أعظم ما يتقرب به المتقربون إليه جل وعلا. ويجب أن يعلم أن عقيدة المؤمن وتوحيده لله سبحانه وتعالى أعظم ما ينبغي للإنسان أن يتبصر به وأن يكون على معرفة وهداية ويقين وثبات به، بمعرفة ذلك من أصوله التي أنزلها الله جل وعلا وأمر العباد بأن يأخذوا الدين منها كتابا وسنة. فدين الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ من أقوال الرجال، ولا يؤخذ من أوراق من موروث الأمم والشعوب، ولا من فلسفات الأمم والمفكرين والكتبة وغير ذلك، وإنما يؤخذ من الله سبحانه وتعالى. فلا أحد أعرف بالشيء منه بنفسه، فالله سبحانه وتعالى قد عرف نفسه لعباده في كتابه العظيم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن توحيد الله وإفراده بالعبادة هي القضية التي لأجلها جاهد من جاهد وناضل من ناضل، وكان الناس فيها في مقابل الأنبياء على فريقين، أناس يوالون وأناس يعادون. فالذين يوالون هم أهل التوحيد، والذين يخالفون ويعادون هم أهل الإشراك مع الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، وعبادة الله التي لأجلها خلق الخلق موكولة من جهة التفسير ليست إلى الأذواق والحس ونحو ذلك، وإنما هي إلى النص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العبادة على مراتب، وأعلى هذه المراتب هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتفسير هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأما الذين يعبدون غير الله وإن ظنوا أنهم عبدوا الله جل وعلا بما شرع فهم يعبدون وهما ويعبدون سرابا، أو فسروا العبودية على ما يريدون فظلوا في ذلك وأضلوا. وكثير من المتعبدين حينما يتعبدون لله ظاهرا يظنون أنهم قد تعبدوا لله جل وعلا كذلك باطنا، ومن الناس من يظن أنه إذا تعبد لله باطنا وخالف في أمور الظواهر أنه متعبد لله جل وعلا، وهذا من الوهم والغلط. ولهذا كثير من الناس الذين يطوفون على الأضرحة والقبور والمزارات ويسجدون عندها وينذرون لها ويعطونها ويهابونها كثيرا من الأموال دفعا للشر وجلبا للخير ويسألونها من دون الله جل وعلا، ذلك هذا هو الكفر المبين، مع كونهم يزعمون أن ذلك ما كان لهؤلاء الأولياء إلا لفضل الله وجلالة منزلته في قلوبهم. قالوا لا نعبدهم إلا لأنهم كانوا أولياء لله سبحانه وتعالى، فلما كانوا كذلك فإننا نعبدهم من دون الله جل وعلا أو نجعلهم وسطاء بيننا وبين الله جل وعلا. إن الله سبحانه وتعالى يقر بأحقيته الخلق وكذلك التصرف بالكون. كل الناس يؤمنون بأن لهذا الكون خالق، وأن هذا الخالق هو المصرف والمدبر، ولكنهم يضلون في لوازم هذا الإيمان، يضلون في مسالك وأبواب الألوهية وتوحيد الله سبحانه وتعالى فيه وأسماء الله جل وعلا وصفاته، يضلون في ذلك ضلالا بعيدا. إن أهمية العقيدة وأهمية الإيمان
معرفة منزلتها وقدرها وكذلك حجم المخالف والموافق فيها، يعرف بها الإنسان قيمة عمله وكذلك عاقبته عند الله سبحانه وتعالى إن وافق أو خالف. إن توحيد الله جل وعلا هو الفيصل الذي لا يقبل الإنسان فيه لا يقبل الإنسان فيه الرأي أو الاجتهاد، فإن ذلك موكول إلى قطعيات الشريعة، موكول إلى قطعيات الشريعة ودلالات النصوص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا حينما أرسل رسوله إلى الأمم الذين كفروا بالله وأشركوا معه غيره أمرهم أن يدعوهم إلى توحيد الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله جل وعلا أمر سائر الشعوب على لسان أنبيائه أن يعبدوا الله جل وعلا لا يشركوا معه أحدا غيره. إذا كانوا يقرون بأن الخالق هو الله فما هو الشرك الذي قد وقعوا فيه؟ هم قد وقعوا في شرك من الأقوال والأعمال، وذلك ببعض الأسباب التي جعلوها أسبابا لم يجعلها الله جل وعلا أسبابا، فشاركوا الله في حقه، جعلوا بينهم وبين الله وسطاء، وجعلوا بينهم وبين الله شفعاء، ويظنون في ذلك أنهم يتقربون إلى الله، ويظنون أيضا في قلوبهم أنهم أحسنوا صنعا. وحسن قصد الإنسان لا يخرج قوله وفعله من الباطل، فالمقصد والقلوب مردها إلى الله، والظواهر هي الحكم والفيصل في ذلك. إن كفار قريش وكفار العرب حينما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى توحيد الله وعدم الإشراك معه غيره، كان أولئك يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق، ولهذا قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يؤمنون أن الله جل وعلا هو الخالق، ولكنهم يشركون معه غيره بأنهم جعلوا هؤلاء الصالحين ممن كان في القبور وما صوروا لهم من صور وأصنام وتماثيل، قالوا هؤلاء من الناس الصالحين السالفين، ينبغي أن يكونوا لنا وسطاء. وإنما حلهم هذا المحل من الإشراك مع الله غيره أنهم دخلوا أمثال هذا الأمور بتسويلات شيطانية ظاهرها فيما يظنها أصحاب العقل البسيط أنها حسنة، أنهم يقولون أننا نستحي ونخجل لذنوبنا أن نتقرب إلى الله ونحن العصاة المسرفون بشيء من أعمالنا، أو نتقرب إلى الله جل وعلا مباشرة بلا واسطة، بل نتوسط بهؤلاء العباد والأولياء الصالحين المنقطعين عبادة لله حتى يشفعوا لنا. قالوا: فإن الإنسان إذا قصد ملكا من ملوك الأرض فإنه يجعل بينه وبين ذلك الملك شفاعة أو وساطة ونحو ذلك، وجهلوا أن الوسطاء في أمر الدنيا يعرفون بالأشخاص الآخرين ما جهله السلطان، أو يحسنون صورتهم إذا كانت سيئة. وأما الله جل وعلا فإنه يعلم الوسطاء ويعلم غيرهم على حد سواء، فلا مجال للزيادة والنقصان. لهذا ينبغي للإنسان أن يراقب الله ظاهرا، ظاهرا وباطنا. وهذا نوع من التمثيل الذي قد استقر في قلوبهم بين الخالق والمخلوق، بين سلاطين الأرض وجهائهم، وبين الله جل وعلا الخالق. إن عقيدة المؤمن وعقيدة أهل الإيمان مع أهميتها وجلالة قدرها، إلا أن كثيرا من الناس يفرطون بمعرفتها ومعرفة ما يجب عليهم فيها، فيعرفون كثيرا من مسائل الطهارة وكثيرا من مسائل الصيام والصلاة ودقائقها، بل ربما عرفوا بعض مسائل الخلاف في مسائل الفروع في بعض جزئيات الصلاة من سننها واجباتها وسنن الرواتب ونحو ذلك، ويجهل الأمور الكثيرة المهمة في مسائل العقيدة. ولهذا كثير من الناس ربما يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون، وربما وقعوا في مخالفة السنة وأوغلوا في الوقوع في البدعة، أو استمروا عليها دهرا من حيث لا يشعرون. لهذا ينبغي للإنسان أن يتبصر بالعلم الشرعي عموما، وأن يعرف أن العلم والعمل على مراتب، وهذه المراتب ليس للإنسان أن يقدم الأدنى على الأعلى، فالله جل وعلا قد جعل لكل شيء قدرا. أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله هو أن يعبدوا الله جل وعلا لا يشركوا معه أحدا غيره، وأعظم ذنب يقع في البشرية هو أن يشركوا مع الله جل وعلا غيره. ولهذا خص الله جل وعلا الإشراك معه غيره بشيء من الخصائص ليست لغيره من سائر الذنوب. لهذا الذي يشرك مع الله غيره لا يقبل له عمل ولا يرفع له أجر ولا ينظر إليه حتى
يوحد الله، وإن وقع في الشرك فقد قطع الوصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يرد عليه شيء من المكفرات، وإن مات على كفره فإنه ليس من أهل الإيمان ولا يدعى له بالرحمة، لأن الله أخذ على نفسه ألا يغفر لمن أشرك معه شيئا غيره. لهذا يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك مع الله غيره دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك مع الله غيره دخل النار. في هذا إشارة إلى أهمية التوحيد وعلو منزلته، وأن الله سبحانه وتعالى جعله هو الفيصل حتى بين القريب، فلا أنساب بين المؤمن والكافر، فلا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن أقرب الأقربين للإنسان ينبغي أن يكون بينه وبين الكفرة ولو كانوا من الأقربين مفاصلة إذا كانوا من الكفار. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما استغفر لأبيه منعه الله جل وعلا من ذلك للمفارقة الدينية، لأن الله قد قضى أن لا يغفر لمن أشرك معه شيئا غيره، فهذا الاستغفار يكون ليس في محله، فبين الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له. وهذا أمر يبين أن منزلة التوحيد عظيمة، وأن منزلة الإشراك مع الله عز وجل غيره عظيم جليل القدر. ولو كان الإنسان قد مات على الكفر، ولو كان معذورا بجهل ونحو ذلك، فإننا نكل أمره إلى الله ونتوقف عن الاستغفار كأصحاب الفترة ونحو ذلك، لأن مرد أولئك وإن جهلوا فمردهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا حكيم بصير بأحوالهم، رحيم بعباده. فالله جل وعلا قد قضى كما في كتابه العظيم في قوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي أن الإنسان لا يعذب على شيء عمله حتى يكون عليه البلاغ قد سبق. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن عقيدة المؤمن مع أهميتها وجلالة قدرها ينبغي أن يعرف ماهيتها وأصلها، وكذلك أيضا ما يدخل في هذه الأبواب، وما ينبغي أيضا أن يعرفه الإنسان من مهمات هذه العقيدة. إذا علمنا أن العلم بالمنزلة الرفيعة، وينبغي أن نعلم أن أشرف العلوم على الإطلاق هو معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، أن نعرف هذه الحقيقة. فعقيدة المؤمن مشتقة من عقد الشيء وهو الإبرام، فكأن الإنسان قد أبرم في قلبه عقدا وثيقا يصدر منه قولا وفعلا. والمراد بهذا العقد هو الذي يؤمن به الإنسان بينه وبين ربه، فيوحد الله جل وعلا قولا وفعلا. ويدخل في هذا أيضا توحيد الله سبحانه وتعالى كمصطلح، فإن المراد بذلك هو إفراد الله بالعبادة. والتوحيد هو أخص من العقيدة، فالعقيدة باب واسع، وأما العقيدة هو إفراد الله جل وعلا فيما علمه الإنسان من خصائص ربه. فالله جل وعلا له أسماء وصفات وله خصائص جل وعلا وله خصائص سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان أن يعرفها. وهذه المعلومات التي يعرفها الإنسان عن ربه جل وعلا يجب أن يوحده فيها، فيكون حينئذ التوحيد هو مفسر للعقيدة أو مخصص لبعض معانيها، وذلك أنها لله جل وعلا لا يشركه معه أحد غيره. إن شرف العلم بشرف المعلوم، يعرف الشيء من جهة أهميته بشرف ماهيته وحقيقته، وكذلك أثره على الناس. إذا نظرنا في المعلومات والمدركات سواء كانت من العلوم الدينية والدنيوية، نجد أن شرف الشيء يكون بمعرفة المعلوم. فإذا أراد الإنسان أن يعرف الأمور العلمية من علوم الدنيا، يعلم أن شرف أو أشرف العلوم لديه هو معرفة علم الأبدان وهو طب العقول، وكذلك طب الأجساد والجوارح ونحو ذلك. ومعرفة ذلك لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بسلوك ذلك السبيل، وإنما عرفنا أهمية ذلك لأن المعلوم وهو الإنسان هو أشرف شيء عند نفسه، فيتعلم هذا الأمر أشرف شيء عند نفسه من المخلوقات. لهذا يحرص الإنسان على معرفة أحواله ونحو ذلك. وأما بالنسبة للمعلوم الأعظم
والواجب على الإنسان هو معرفة ربه، معرفة ربه من جهة توحيده، وكذلك حق الله جل وعلا على عباده، وحق العباد على الله سبحانه وتعالى فيما بيّنه الله مفصلا في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعلومات هي أشرف العلوم على الإطلاق، وسبيلها إلى صاحب الحق بها وهو الله سبحانه وتعالى. فلا شيء أعرف من الشيء منه بنفسه، فالله سبحانه وتعالى عرف بنفسه لعباده في كتابه العظيم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تؤخذ العقيدة ولا التوحيد من أقوال فلان ولا فلان، ولا من موروثات الأمم والشعوب، ولهذا إنما ظلت الأمم والشعوب بأخذهم التوحيد والعقيدة عما وجدوا عليه آباءهم، لهذا قد تبدل آباءهم شيئا فشيئا على سبيل التدرج حتى انطمس ذلك التوحيد، وأصبح توحيدهم كحال اللوحة من الزجاج يكون عليها من الرذاذ والأوساخ يتراكم شيئا فشيئا حتى يصبح الإنسان لا يرى من ذلك شيء، وإن كان أصلها من جهة الاسم واحد. ولهذا الجاهليون لما جاءهم أنبياء الله سبحانه وتعالى يدعونهم إلى التوحيد قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون وإنا على أثارهم متدون، يعني إننا نسلك هذا الطريق كما كان عليه آباؤنا. الأمم يدعوهم أنبياؤهم إلى توحيد الله والاحتجاج بكلام الله وبكلام الرسل، لا بكلام الأمم والشعوب وموروثاتها والآباء والأجداد، وكذلك أيضا ما استحسنوه عقلا، فإن هذا إن ركنوا إليه ظلوا، وإن ركنوا إلى توحيد الله بمعرفة الله جل وعلا بكتابه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا ورشدوا وكانوا من أهل التوفيق والسداد. عقيدة المؤمن يدخل فيها أركان الإيمان: توحيد الله بالربوبية وألوهيته وأسمائه وصفاته، الولاء والبراء لمن حقق ذلك أو البراء لمن لم يحقق ذلك، الولاء لأهل الإيمان والعداء والبراء لأهل الكفر. قد يجتمع الولاء والبراء في شخص بعينه لوجود الإيمان فيه من وجه فيوالى، ووجود الفسوق والفجور والظلم والتعدي على الناس من وجه آخر مما لا يخرجه من الإيمان فيوالى من وجه ويعادى من وجه. والمؤمن مهما كان مسرفا على نفسه متعديا على غيره فهو أحب إلى الله جل وعلا من الكافر مهما كان عادلا، لأن أعظم الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه، وأعظم الظلم هو أن يتعدى الإنسان على حق لله جل وعلا بتوحيده فيصرفه إلى مخلوق. ولهذا كثير من الناس ينظرون إلى موازين دنيوية أو دنية من جهة العدل، فيقدمون أقواما لأنهم عدلوا في الدينار والدرهم، وعدلوا في العطية والهبة ونحو ذلك، ولا ينظرون إلى الظلم الأكبر الذي وقعوا فيه، وهو ظلم العبد لنفسه مع الله جل وعلا، أن عبد صنما وحجرا أو جحد ربوبية الله، فهذا أعظم الظلم. فإذا تعدي على الإنسان بالسب والشتم والثلم وكذلك التعيير أو سلب حقه بالقول والفعل ونحو ذلك، فإنه يعد ذلك من أعظم الظالمين. كذلك إذا توجه أحد إلى أحد من سلاطين الأرض بالتعدي عليه قولا وفعلا وكذلك سلب حقه وحقه بالطاعة ونحو ذلك، وإن عدل مع الناس فإنه في ذلك يعد ظالما، فكيف الذي يسلب الله جل وعلا حقه بزعمه ويدعي أن ذلك لغيره من المخلوقات؟ لا شك أن ذلك من أعظم الظلمة، فلا ينبغي أن يقدم على غيره. فالله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني أن المؤمن خير من المشرك ولو أعجبك، مع وجود الإعجاب القلبي الذي يظهر في فطرة الإنسان من استحسان المظهر والشكر أو العدل أو الإنصاف أو نحو ذلك أو الأدب والسلوك، ولكن ذلك ليس بالمعيار. المعيار الأول هو الولاء لأهل الإيمان، لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ولاء أهل الإيمان مهما بعدوا ومهما اقترفوا من ذنوب ومعاصي، ويدعو إلى منابذة أهل الشرك مهما وقعوا فيه من عدل. ولكن الله جل وعلا مع ذلك أمر بالقسط والعدل والإحسان وتأليف قلوب من بعد عن دينه، وكذلك جذبه إلى التوحيد بالإحسان إليه وإكرامه، ولكنه لا يقدم على أهل الإيمان قاطبة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه من صفه ممن انتمى إلى الإسلام ممن آمن معه من كان من المقصرين، بل ربما قاتل معه من كان من أهل الكبائر كبعض من يشرب الخمر أو يقع في بعض المعاصي ونحو ذلك، وهؤلاء داخلون في دائرة الإيمان وفي الولاء لهم والبراء من أعدائهم. إن توحيد الله سبحانه وتعالى وأن يثبت الإنسان لله جل وعلا ما يحبه الله لنفسه، وأن يكون ذلك خصيصة له لا يشركه معه غيره. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم مبينا أهمية التوحيد:
قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أي أنه يجب على الإنسان أن يعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال جل وعلا: واستغفر لذنبك، أي مما وقعت فيه مما يخالف ذلك إن وقعت، وكذلك أن تستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وذلك مدعاة إلى باب من أبواب الولاء والتلاحم والصلة والجمع بينه وبينهم على تلك العقيدة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله سبحانه وتعالى أمر أن لا يعبد إلا هو، وأن لا ينصرف قلب الإنسان وجوارحه ولسانه إلا له. لهذا قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني أنهم قد مالوا عن طريق الغواية والشر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر الله بالعبادة ونهى عن ضدها. إن أعظم البيان أن يأمر الإنسان بشيء وينهى عن ضده، وهذا أعظم وأتم أنواع البيان، ويأتي بعد ذلك مرتبة أن يأمر الإنسان بالشيء ولا ينهى عن ضده، ويليه بعد ذلك أن ينهى الإنسان عن الشيء ولا يأمر بضده. وبهذا نعلم أن الأشياء تتضح بأمرين: الأمر الأول هو ببيانها، ببيان حقيقتها بذاتها، والأمر على ذلك. الأمر الثاني ببيان ضدها والنهي عن ارتكاب ذلك الضد لمناقضته للأمر الأول. وذلك نعلم أن الشريعة جاءت ببيان التوحيد والنهي عن الشرك، وهو ضد توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم وجوه البيان وأعظم وجوه التحقيق والتوضيح. ولهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر في أمر أمر الله به ونهى عن ضده على وجه الإجمال والتفصيل، وكذلك السرد في النصوص كتابا والسنة، لم يجد شيئا يوازي توحيد الله سبحانه وتعالى منزلة. وذلك أن الإشراك مع الله عز وجل هو أعظم ظلم يقع فيه الإنسان. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جعل الله الظلم هو الإشراك. لهذا لما نزلت هذه الآية كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال: شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه شق على ذلك يعني أن قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني أننا أينا لم يظلم نفسه؟ لماذا الأمن يسلب منا إذا وقعنا في الظلم؟ نظلم بعضنا في الدينار والدرهم بالكلام ونحو ذلك، أو ربما بشيء من الأمور الكبيرة التي لا تصل إلى المفاصلة والمفارقة بين العبد وبين ربه، فيكون الإنسان يعادى معاداة تامة كما يعادى أهل الكفر. شق ذلك على الصحابة، أي كيف نقع في شيء من الظلم ثم لا يكون لنا الأمن يوم القيامة؟ جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس كما تظنون، إن الظلم هنا هو الشرك، أولم تسمعوا لقول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك مع الله عز وجل غيره هو أعظم ما يقع فيه الإنسان، وأعظم بلية وأعظم مصيبة يقع فيها. لهذا جعل الله جل وعلا أول مأمور يأمر به الأنبياء هو أن يوحد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة أكثر من عقد يدعو إلى التوحيد، لا يشرك شيئا من الدعوات التوحيد إلا ما كان من مبادئ وأصول الأخلاق والعقائد، بالأمر بالأمانة والصدق بالقول. لماذا؟ لأن التوحيد ينبت على ذلك، فلا يمكن الإنسان أن يعتقد التوحيد ظاهرا وباطنا إلا أن يتحقق في قلبه الأمانة وصدق القول ومراقبة الله جل وعلا. فأراد أن تزكو النفوس بشيء من أصول الفضائل الأعمال والأخلاق، كذلك فإن التوحيد إذا اقترن بشيء يؤمن به الناس فطرة من الدعوة إلى مكارم الأخلاق ونحو ذلك، دل هذا على صدق هذا، فتلازم فدعا الناس إلى التوحيد، فأقبل عليه من أقبل وأعرض عنه من أعرض، عنادا واستكبارا على أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية التوحيد وبيان منزلته كان لا يبعث أحدا إلى شيء من قبائل العرب أو من البلدان إلا وأمر من أرسله أن يدعو إلى التوحيد أول ما يدعو، لا يدعو إلى الأخلاق ولا يدعو إلى التربية ولا يدعو إلى أحقية الناس بالعدل معهم في الأموال مجردا ونحو ذلك، وإنما يدعو إلى أعظم العدل، وأعظم العدل في ذلك هو توحيد الله. توحيد الله ادعو إليه، ثم ادعو معه مقترنا، وادعو معه بعده أيضا إلى مكارم الأخلاق وإلى حسن الجوار وإلى العدل في العطية والهبة، وإلى كذلك أيضا قضاء حاجات الناس وإعانتهم والصدق في الحديث وغير ذلك من مبادئ الآداب والسلوك التي تؤمن بها سائر الفطر. أما الدعوة
إلى مكارم الأخلاق، والدعوة إلى العدل بين الناس، دعوة الأبعدين الذين ظلموا أنفسهم بعدم العدل مع الله. وذلك من أظهر أنواع القصور عند كثير من المنتسبين إلى الدعوة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع يظهر فيه الناس في مخالفة أمر الله في كثير من الفروع بالمعاملات في البيوع والشراء، وكذلك أيضا ربما في بعض وجوه التعري والمجون أو شرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى ذلك. لماذا؟ لأن البيئة بيئة كافرة، فلا بد من تصحيح القاعدة وهي قاعدة التوحيد. بعد ذلك تنزل النصوص ويؤمنون بها إيمانا تاما. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى كلمة التوحيد. إن الإيمان بالله وتوحيد الله جل وعلا من جهة الأصل هو تصديق القلب بالله سبحانه وتعالى، وهذا أصل معنى الإيمان. ولهذا قال الله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لقولنا، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتحقق في قلبه فيه الإيمان فعليه أن يعقد ذلك بقلبه، وأنه لا يلتفت إلى عمل الجوارح مجردا عن عمل القلب، فإن الله جل وعلا لا ينظر إلى الجوارح مجردة، بل ينظر إلى كذلك إلى عمل القلب، فإن صح عمل القلب صحت عمل الجوارح. ولهذا ينبغي أن نعلم أن حقيقة التوحيد وكذلك حقيقة الإيمان هو أن يعقد الإنسان التصديق بقلبه وأن يقر به بلسانه وأن يعمل به بجوارحه. فالإيمان من جهة الحقيقة والتمام إذا أخذنا بمقتضاه هو الإقرار بالتصديق بما في القلب، فما في قلب الإنسان ينبغي أن يظهر باللسان، وأن لا نكل الناس إلى ما في بواطنهم وأن نقول أن الأصل أنهم كذا، وإذا كانوا لا يصرحون بأقوالهم وأفعالهم أو لا يكونوا ضمن سواد المسلمين وجمهورهم فينطبق عليهم ما ينطبق على أولئك الجمهور ما لم يظهروا خلافه، فإنهم لا يعدون من أهل الإيمان. فعمل الجوارح من الإيمان وقول اللسان من الإيمان، فسمى الله سبحانه وتعالى عمل القلب عملا، وحاسب الله جل وعلا عليه، وأنه هو الذي ينبغي أن يخاطب الإنسان به. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ليث عن مجاهد بن جبر قال في قول الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: عن لا إله إلا الله. وجاء هذا عن جماعة من المفسرين، عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وعن غيره. ولهذا قال الله جل وعلا: لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني لمثل توحيد الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله وهو عمل القلب هو عمل يطلق عليه العمل وبه يحاسب الإنسان، وبهذا نعلم أن توحيد الله جل وعلا ينبغي أن ينعقد في القلب وأن ينطق به اللسان وأن يظهر في الجوارح. وأما أن نكل الناس إلى ما في قلوبهم وأن نقول أنهم يؤمنون بالله ويظهر منهم شيء من الصدق أو اللجوء إلى الله وهم يظهرون شيئا من نواقض الإيمان، فهذا نسبة الإيمان إليهم من الجهل العريض. ولهذا ظهر طوائف كثيرة يجعلون الإيمان هو ما استقر في القلب، وربما جاء ما يؤيده ببعض فلتات اللسان، ولو ناقضوا ذلك بأقوالهم وأفعالهم لا شك أن هذا من الأمور الباطلة. لهذا فرعون كذلك إبليس يؤمنون ببواطنهم أن الله جل وعلا هو الخالق، فإبليس قد شهد الملائكة، قيل إنه رأى الله جل وعلا ورأى وشاهد أنبياء الله سبحانه وتعالى وزامنهم وعاصرهم، فكان من أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى وحقيته بالتوحيد، فهو موقن بقلبه بحق الله جل وعلا ولكنه خالف بأقواله. فهل ينسب إلى الإيمان والتوحيد لوجود هذا الإقرار بقلبه؟ كذلك فرعون حينما أدركه الغرق آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فهذا الإيمان الذي ظهر على قلبه حينما أدركه الغرق هو في وقت الغرارة، وأما في وقت الحقيقة فإنه في وقت الحقيقة والإيمان لم يقترن قول اللسان وعمل الجوارح بعمل القلب، فلما كان كذلك لم يعد من أهل الإيمان، فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لهذا كانوا من أهل النار. لماذا؟ لأنهم لم يقرنوا عمل القلب بقول اللسان وعمل الجوارح. ولهذا ظهر طوائف يقولون إن عمل الجوارح ليس من الإيمان،
ومنهم طوائف غلاة يقولون إن قول اللسان وعمل الجوارح ليس من الإيمان ما وجد ذلك في القلب، ولهذا يرجعون من لوازم أقوالهم أن من وقع في شيء من المكفرات وقام القائم على عدم وجود العذر له فإنه لا يكفر حتى يقر بقلبه. وهذا متلازم مع أصل المسألة أنهم لا يؤمنون بأن الإيمان هو ما في القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فإذا نفوه تقريرا من جهة الأصل نفوا لازمه كذلك أيضا من جهة عمل الجوارح، فإنهم لا يوقعون الكفر على من كفر بقوله أو بفعله. وأما الحقيقة وظواهر النصوص من كلام الله المتواترة والذي عليه عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كفر بقوله كفر بجوارحه وقلبه، ومن كفر بجوارحه كفر بقوله وقلبه، ومن كفر بقلبه فإنه لا يمكن أن يتحقق معه الإيمان بقوله وأفعاله، وهذا أمر معلوم. ولهذا بيّن الله جل وعلا أحوال الكفر في كتابه العظيم، وبيّن أشدهم في ذلك أنهم المنافقون وأنهم في الدرك الأسفل من النار. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر على الترتيب، قال عليه الصلاة والسلام أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بترتيب المهمات، أي أنه ينبغي للإنسان أن يتفقه بدين الله أولا بما أوجبه الله عليه، وأعظم ذلك وآكده وأزكاه هو توحيده سبحانه وتعالى كما جاء في حديث معاذ. فلا يليق أن تخاطب أحدا لا يؤمن بالله بالصلاة أو أحدا من أهل الكتاب بالصلاة والزكاة والصيام وهو لا يؤمن بالله جل وعلا إيمانا صحيحا. إن توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بأنه المتصرف في الكون ومستقر في الفطرة ويؤمن به البشر على اختلاف أنواعهم، ولكنهم يخطئون في تحديد ذلك الخالق وكذلك أيضا في ربما في بعض لوازم تصرفه جل وعلا في الكون. لهذا يقول الله جل وعلا مبينا حال كفار قريش أنهم كيف يؤمنون بأن الله هو الخالق ثم لا يعبدونه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ويقول الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. يعني أنه ينبغي للإنسان أن يكون عدلا مع الله، إذا أقر أن الله جل وعلا هو خالق السماء والأرض وأنه يملك السمع والأبصار وأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه يدبر أمور الخلائق أيا كانوا من الجن كانوا من الجمادات كانوا من سائر أنواع الحيوان، أن الله جل وعلا هو الذي يدبر هذه الأمور. لهذا الكفار يؤمنون. قال الله جل وعلا فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، ألا تخافون الله، ألا تؤمنون به، ألا تعبدونه من جهة الحقيقة فلا تصرفون العبادة لغيره. يعني فيه إشارة إلى شيء من التناقض الذي يقعون فيه. ولهذا دعا الله سبحانه وتعالى دعا الله جل وعلا الناس إلى أن يؤمنوا بما علموه من فطرتهم. فالله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد، فطر الله جل وعلا الخلق على توحيده. يقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة ما من مولود ويولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يؤمن بوجود خالق ويؤمن بضعفه وأن ثمة من هو أقوى منه يتصرف فيه، ولهذا تجد هذه النزعة موجودة حتى في البهائم. البهائم تنصرف إلى الله، وتجد بعض البهائم كالكلب ونحو ذلك إذا أوذي أو نحو ذلك فإنه إذا أراد أن ينبح يرفع وجهه إلى السماء وينبح وكأنه ينادي ربا. ولهذا بعض أهل العقل الذين نفوا علو الله جل وعلا خاصمهم بعض أهل السنة في ذلك، فقالوا لهم ما لنا نرى الكلب إذا أوذي أو يحتاج إلى نصير أخذ أرفع وجهه أو رأسه إلى السماء وأخذ ينبح في ذلك، فتحيروا في ذلك أن يجدوا جوابا. إن كفار قريش
والجاهليون عموما يؤمنون بوجود الخالق والمدبر للكون وهو رب الكون وخالقه، فالله هو الواحد الباقي ويؤمنون بذلك. ولهذا يقول يزيد بن خذاب الشني، يقول: هون على نفسك ولا تولع بإشفاقي، فإنما مالنا للواحد الباقي. يشير بذلك أن مآله ومرده إلى الله جل وعلا، فهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحشر العباد، وهذه النزعة موجودة مع وجود تبديل أو صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يؤمن بأن الله جل وعلا هو المسيطر على البلاد والعباد والخليقة ويقرون بذلك ويعلمون، لكنهم يخطئون من جهة الممارسات. ولهذا يقول حاتم قال: فارحل فإن بلاد الله ما خلقت إلا ليسكن منها السهل والجبل. فهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السهل والجبل وجعلها وخلقها للناس، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخليقة وأمر الناس أن يسيروا في الأرض وأن يضربوا فيها. ويعلمون أن الله جل وعلا هو رب الناس، وهو الذي يجزيهم في الخير ويجزيهم في الشر ويعاقبهم على ذلك ويقدر الأقدار عليهم. ولهذا يقول متمم بن نويرة: جزى الله رب الناس عني متمما بخير جزاء ما أعف وأمجد. يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي يجزي على الأعمال، وكذلك يقي الناس مصارع السوء بأعمالهم الخير. ويعلمون أن الله جل وعلا هو الذي يدبر الكون ويسير الجمادات، وأنه ينبغي لهم أن يسيروا وفق مراد الله سبحانه وتعالى، ولكنهم في حال سرائهم يقعون في الوهم ويقعون في الأخطاء والتعلق بالأصنام. ولهذا يقول بعض شعراء الجاهلية: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. في إشارة أن الله جل وعلا قادر على أن يقلب أحوال الناس وأن يركب هذا وهذا، فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في ذلك وله كمال التصرف. فهم يؤمنون بذلك إيمانا تاما مع وجود الإشراك فيهم في من جهة أقوالهم وأعمالهم إذا خلوا، أو ربما في بعض تصرفاتهم ونحو ذلك. ولهذا يقول قيس بن الأسلد: فلولا ربنا كنا يهودا، وما دين اليهود بذي شكوكي، ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل، ولكننا خلقنا إذ خلقنا حنيفا دينيا عن كل جيل. وهذا به يعلمون أو نعلم أنهم يعلمون الفرق بين الحنيفية وبين اليهودية وبين ما كانوا عليه من حق وما كانوا عليه من موروث باقي من عقائد التوحيد، وبين ما كان فيه غيرهم من تبديل وتحريف من اليهود والنصارى وغير ذلك. كذلك أيضا ما كانوا من الصابئة ومن الرهبان المنقطعين ونحو ذلك، يعلمون الفاصل في ذلك، ولكنهم ربما انصرفوا إلى شيء من عبادة الأصنام أو رأوها من غيرهم ولم ينكروا، فبعث الله جل وعلا أنبياءه عليهم الصلاة والسلام لدعوة أولئك، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يعلمون أن الله جل وعلا هو خالق الكون والمدبر وهو المتصرف سبحانه وتعالى. واللوم في ذلك أنهم مع إقرارهم الفطري في ذلك، لماذا تعبدون الأصنام بشيء من أنواع التأويل؟ وهذا النوع نشير به إلى أن كثيرا ممن يشككون في كفر كثير من الكفرة الذين ظهر منهم ما يناقض التوحيد ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، لوجود بعض أعمال بر لديهم من صلة الأرحام والصدقات والنفقات، وجود ما ومع وقوعهم فيما يخالف أمر الله، هذا نوع من القصور ونوع من الجهل، بل هو من أعظم الجهل. بل إن توحيد الله جل وعلا ينبغي أن يؤخذ بتمامه، توحيد بالأقوال على سبيل التمام والأفعال وكذلك العقائد، وأن لا يأتي ما يناقضها. كفار قريش يعلمون أن الله جل وعلا هو المدبر والمتصرف بالكون، وأنه هو الذي يقي العباد الشرور لا يقيها غيرهم. ولهذا يقول أفنون التغلبي: لعمرك ما يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله وقيا. يعني أن الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا هو الذي ينبغي أن يكون سترا لعبده، وأنه ينبغي أن يتوجه إليه الإنسان بصرف الضر وجلب الخير. ومع ذلك يقعون بالتوجه إلى الأصنام والأوثان، فجعلوها وسائط ويجعلوها شفعة. إلى أصل المنازعة أنهم لا
لا ينفون قدرة الله جل وعلا وسعة علمه كذا، ولكنهم يثبتون أن لهؤلاء تصرف في الكون، قالوا بإذن الله ومشيئته، وهذا نوع من المنازعة والمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. لهذا كثير من الناس يؤمنون بوجود الخالق ويسألون الله جل وعلا في بعض أحيانهم، ولكن يقع منهم الكفر والشرك في بعض الصور والأحوال، فكانوا من أهل الكفر والردة. لهذا ينبغي أن نعلم أن الكفر يتحقق في الإنسان بوجود أحد شعبه، إن كان أكبر فأكبر وإن كان أصغر فأصغر. وأما الإيمان فلا يتحقق في الإنسان إلا مع وجود مجموع شعبه والسلامة من ضده. وبهذا نعلم أن الإيمان لا يتحقق في الإنسان بوجود شعبة واحدة فيقال إن الإنسان وجد فيه شعبة فهو من أهل الإيمان، هذا لا شك أنه من الجهل. لهذا من أعظم أو أعظم لوازم توحيد الربوبية أي أننا إذا أثبتنا أن الله هو الخالق والمدبر والمتصرف في الكون أن نعلم أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده. إذا علمنا أن الله يرى ويسمع فلماذا نسمع الله جل وعلا بواسطة غيرنا؟ فإن الله جل وعلا يعلم ما دق وله الكمال المطلق في ذلك، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني حتى المحالات لو قدر وقوعها لعلم الله جل وعلا وقوعها وعلم آثار وقوعها مما لا يخطر في قلب الإنسان. لهذا نعلم أن التوجه في ذلك إنما هو لله جل وعلا، ليس لأحد غيره، لا وسيط ونحو ذلك. لهذا يستوي الناس في العبودية لله سبحانه وتعالى وسؤاله، لا وسطاء ولا شفعاء بين العباد وبين الله. وفي هذا إشارة إلى كمال الله جل وعلا وكمال ضعف العباد عند الله، فالناس عند الله سبحانه وتعالى كأسنان المشط في أبواب الضعف، ولكنهم في بينهم يتباينون من جهة القدرة والقوة وكذلك أيضا المنفعة للناس، فهم فيما بينهم في أمر الدنيا يتصرفون ويحتاج بعضهم إلى بعض، والكل مفتقر على وجه تمام الافتقار لله سبحانه وتعالى. إذا آمن الإنسان بكمال الله جل وعلا في ربوبيته يجب عليه أن يبذل التوحيد ألوهية الله جل وعلا على وجه الكمال والتمام. ذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأنه هو العلي الكبير، يعني أن الله جل وعلا هو الحق الذي ينبغي أن يصرف العبادة إليه، وأن ما يدعون من دونه من الوسطاء والشفعاء وما يجعلونهم شفعاء من دون الله جل وعلا يوصلون إلى الله الخير، هذا فيه قدح بحق الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ليس بحاجة أن يوصل أحد إلى الله سبحانه وتعالى شيء من ذلك. لهذا جاء الإسلام بتحرير العقول، جاء الإسلام بأعظم أنواع الحريات على الإطلاق، بتجريد القلب من التبعية لأحد، بأن يوصل الخير إلى الله أو أن يدفع الضر عن الإنسان بشيء لا يملكه إلا الله جل وعلا. وأما ما يكون في مقدور الإنسان بدفع ضر فإن الإنسان ربما يتقي من ذلك بشيء من الجمادات، يتقي الإنسان بدفع ضر الحر بشيء من الاستظلال، أو ربما يدفع البرد بشيء من اللباس أو نحو ذلك، فهذا قد احتاج إلى شيء من دفع الضر وجلب الخير بشيء من الجماد، فربما يدفع ما هو أعظم من ذلك أو مثله بشيء من بني آدم، ولكن هذا من الأسباب القدرية الحسية وبعض الأسباب الشرعية التي بين الله سبحانه وتعالى أنها أسباب لدفع الخير لجلب الخير ودفع الشر، فيأخذها الإنسان لأنها مما هيأ الله جل وعلا للعباد. وأما ما لا يمكن أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى فصرفه إلى غير الله جل وعلا كفر وشرك. إن تحرير القلوب وعدم التعلق بأحد، لا بولي ولا بعالم ولا بوسيط، وإنما العلماء مقامهم في الإسلام أنهم يبينون الحق حملة للإيمان. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية وجوده في أمة الإسلام أن يبلغ الحق، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، هذا غاية ما يجب عليه أن يبلغ ما أنزل عليه من ربه. فإذا كان كذلك فإن هذا البلاغ يحمله العلماء إلى الناس. فإذا كانت هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام فمهمة العلماء ورثة الأنبياء، كذلك من باب أولى أن يبلغوا العلم للناس. لا يملك حرمانا من الجنة ولا إدخالا في النار ولا توبة لأحد ولا رفع لمنزلة أحد إلا ما رفعه الله جل وعلا، إنما يبينون بالنص أن ذاك خطأ وذاك الفعل صحيح وذاك القول خطأ
وذاك الفعل صحيح، والدليل على ذلك ما ظهر من الكتاب والسنة. فيدللون على ذلك كتابا وسنة، لا بالتحسينات العقلية ولا بالأهواء ولا لحظوظ الناس كما يفعل أهل الضلال من كفار قريش، أو كذلك أيضا من الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى الذين يجعلون أنفسهم أبوابا بين العباد وبين الله، فلا يتوب أحد إلا عندهم ولا يصل القرابين إلا إلى الله جل وعلا عن طريقهم، فإن هذا هو الضلال وهو الإشراك مع الله عز وجل غيره. فالتحليل لله والتحريم لله فيما دل عليه النص، فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله، ومن خالف ذلك فقد جعل مع الله جل وعلا شركا في ذلك. يقول الله جل وعلا مبينا أن الحكم له: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ويقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أنه ينبغي لأهل الإيمان أن يعلموا أن الفيصل في ذلك والحكم في الحلال والحرام هو ما بينه الله في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شكك في شيء ثبت تحريمه بالكتاب واستقر عليه الأمر في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأطبقت على قطعيته الأمة من السلف الصالح فقد كفر وخرج من الإسلام ولو طبق بقية أحكام الدين، وذلك لأنه قد كذب أمر الله وجعل لغير الله جل وعلا حقا في التشريع في التحليل والتحريم. أما ما عدا ذلك مما لم يبين بأنظمة الناس وأحوالهم وتشريعاتهم كتشريعات الحياة وتشريعات الأنظمة الإدارية التي تكون مثلا في أحوال الناس في ذهابهم وإيابهم وحضورهم وانصرافهم وأنظمة الطرق وغير ذلك، فإن هذا الأصل فيه أنه موكول إليهم، ينظمونه كما ينظم الإنسان نومه ويقظته، وينظم الإنسان طعامه وشرابه بتقديم أو تأخير أو وقت معين، فإن هذا من الأمور التي من شأن الناس. أما ما بين الله جل وعلا أمره وفصله أحسن تفصيل في كتابه فليس لأحد أن يجعل بين الله جل وعلا وبين عباده مشرعا غير الله. وتوحيد الله جل وعلا وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، ما ينبغي للإنسان أن يعتقد أن الله جل وعلا واحد في أسمائه وصفاته، فلله جل وعلا الأسماء والصفات، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العظيم في قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أي لله جل وعلا الأسماء الحسنى ليست لغيره، وأن الله جل وعلا قد قص هذه الأسماء وذكرها في كتابه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الأسماء ليست لأحد إلا لله. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل لله جل وعلا شبيها، فيقولون أن لي سمع كسمع الله وبصر كبصر الله ونحو ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل يقال إن المشابهة إنما هي في الأسماء، وأما من جهة الحقيقة فإن لله جل وعلا في ذلك الكمال المطلق. لهذا الله جل وعلا نفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء، وأثبت الصفات والأسماء له جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير. فالله ليس كمثله شيء، ومع ذلك فهو سميع بصير، يعلم الله سبحانه وتعالى أحوال الناس ويبصر مواقعهم ويعلم من أحوالهم ما لم يعلموه هم من أحوالهم. لهذا ينبغي في أسماء الله وصفاته أن نقبلها كما جاءت في كلام الله جل وعلا، وأن نعلم أن لها معاني، وأننا لا نعلم حقيقتها حقيقة تامة، ولا نحيط بها علما، كذلك أن نعلم أن لها ظاهر وأن لها حقيقة، وأما تكييفها وتشبيهها بأحد من العباد أو بيان صفة أنها تشبه صفة من صفات المخلوقين فهذا مناقض لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أيضا ينبغي أن نتقرب إلى الله جل وعلا بها، فندعو الله جل وعلا بسمعه، وندعو الله سبحانه وتعالى بكونه البصير، فنقول السميع يا البصير ونحو ذلك، ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى، ونتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا: أعظم ما يجب على العبد في هذا المقام هو أن يدعو الله بها. لهذا قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن في مقام أسماء الله وصفاته بأمور: أولها أن يدعو أن
يؤمن أن لله أسماء، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، فاللام هنا للاستحقاق وعدم المشاركة، وأسماء الله جل وعلا حسنى ليس فيها شيء من صفات النقص كما أو معاني النقص كما يجعله بعض أهل الضلال من اليهود والنصارى وأشباه ممن انتسب إلى الإسلام. الأمر الثاني أن يدعى الله جل وعلا بها، لهذا قال الله جل وعلا فادعوه بها، والدعاء بها على معاني متعددة، أن الإنسان يستحضر هذه المعاني وأن يعرفها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرف معناها وعمل بمقتضاها. وكذلك أيضا فإنه من جهة عمله يستحضر أن الله جل وعلا رقيبا عليه في حال خفائه، فيعلم أن الله سميع إذا تكلم بينه وبين أحد، وإذا تصرف أو فعل شيئا في ظلمات الليل والنهار والخلوات يعلم أن الله بصير وأنه عليم، وإذا كان قادرا على غيره يعلم أن الله أقدر عليه منه على غيره، فيرحم الضعيف ويحترم الكبير، فهذا من العمل بأسماء الله وصفاته. كذلك إذا رأى جبارا ظالما باغيا في الأرض أن يعلم أن الله جل وعلا أعظم منه، أن يعلم أن الله جل وعلا أعظم منه، وأنه قادر على الانتقام منه، وأن الله جل وعلا يمهله ولكنه لا يهمله سبحانه وتعالى. فإذا رأى أحدا قد لطف الله جل وعلا به فأنجاه من كارثة، تذكر أن الله جل وعلا لطيف بعباده، فيستحضر هذه المعاني في ذهابه وقيامه، وكذلك في نظره في أمر الكون. إذا نظر في أحوال السماوات والأرض والأفلاك والمجرات، ونظر في الجبال والأرض، ونظر إلى الأودية، ونظر إلى الإبل، تأمل قدرة الله جل وعلا وإبداعه في خلقه، فإن الإنسان يعمل أسماء الله جل وعلا في أمثال هذه المعاني. كذلك إذا احتاج إلى الله وهو في حاجة على سبيل الدوام بنازلة نزلت به، فيرفع يديه إلى السماء، فيسر الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنما يستجاب له، في إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله إذا وقعت في نازلة، ويقدم بين ذلك بسؤال الله بأسمائه بصفاته، وألا يقول اللهم أعطني كذا وهب لي وادفع عني، وهذا من الدعاء الصحيح، لكن الأولى في ذلك أن يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء، فيسأل الله جل وعلا ويقول اللهم كذا، أو يا رب السماوات والأرض، أو خالق السماوات والأرض، يا سميع يا بصير يا ربي ونحو ذلك، فهذا من سؤال الله جل وعلا بأسمائه، فهو من أعظم وجوه التعبد لله جل وعلا. الأمر الثالث هو أن يحذر الإنسان من المنحرفين في هذه المعاني وهذه العقائد، ولهذا قال الله جل وعلا في الكتاب العظيم بعد ذلك وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الذين يلحدون في أسماء الله هم طوائف متنوعة، الذين يشبهون أسماء الله جل وعلا وصفاته بأحوال المخلوقين وصفاتهم، فيقولون إن لله جل وعلا سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ونحو ذلك، هذا من التشبيه الذي نزه الله عز وجل عنه نفسه. كذلك الذين يعطلون هذه الأسماء والصفات عن حقيقتها، فيقولون إن لله عز وجل سمع بلا إن الله عز وجل سميع بلا سمع، وأنه بصير بلا بصر، هذا إفراغ لهذه الأسماء وهذه المعاني من محتواها، وهذا ضرب من ضروب الضلال ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي للمؤمن أن يعرف قيمة هذه المعاني وتوحيد الله جل وعلا على الوجه الذي أراد الله سبحانه وتعالى، لا على الهوى والذوق، وكذلك أيضا ما يتبادر إلى ذهن الإنسان من معاني. وأعظم ما يضل الإنسان في هذا المعنى أنه إذا ورد إلى ذهنه شيء قام بتفسيره بشيء من الأمور التي رآها قبل ذلك. فالإنسان حينما يذكر لديه شخص لم يره فقيل أتاني فلان، فإنه يستحضر صورة معينة من الدخول والخروج والهيئة، ولهذا كثير من الناس يترقبون أناسا لم يروهم على صورة ارتسمت في أذهانه. فهذا الذي جلب عند كثير من طوائف الضلال، حينما يقرؤون أسماء الله عز وجل وصفاته يستحضرون شيئا في أذهانهم رسم، فيقومون بالتشبيه والتمثيل، أو ربما يضجرون من التشبيه والتمثيل الذي وقع في أذهانهم فينقبضون من ذلك، فينفون عن الله عز وجل حقيقة الأسماء. وهذه النفرة بيّن الله سبحانه وتعالى نفي أصلها في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وذلك أن عقل الإنسان هو انعكاس لما يراه أو رآه قبل ذلك، فإذا وذكر عند الإنسان شيء غائب فإنه يتصوره على شيء رآه قبل ذلك، إذن فهو لا يتصور إلا بشيء قد رآه، والله جل وعلا لم يره الإنسان من قبل. لهذا
ينبغي له أن يكل الصفة والصفات الله جل وعلا وأسمائه إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يراه إلا عباده المؤمنون بما أذن الله جل وعلا لهم يوم القيامة، حينما يراهم الله عز وجل يأذن الله عز وجل برؤيتهم له في الجنة. وهذه هي الحسنى التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده والزيادة. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا تحقق لدينا حقيقة هذه المعاني وكذلك هذه المعاني في أسماء الله جل وعلا وصفاته، ينبغي لنا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بين خطر نقيض هذا التوحيد وهو الإشراك مع الله عز وجل غيره، وأنه سبحانه وتعالى بين خطر الإشراك، وأنه أعظم ذنب يعصى الله عز وجل به في الأرض، وأن من مات على كفره فليس من أهل الإيمان وليست له الأحكام، لا من جهة الدعاء له والاستغفار ولا كذلك أيضا من إرث أهل الإيمان له. وهذا فيه إشارة إلى عظم الكفر مع الله عز وجل، الكفر بالله والإشراك مع الله عز وجل غيره، مما ينبغي للإنسان أن ينفر منه نفرة تامة وألا يوالي إلا أهل الإيمان. كذلك ينبغي عليه أن يتفقه بأنواع الشرك، كما تقدم معنا في أول هذه المحاضرة أن الإنسان لا يتحقق بمعرفة حقائق الأشياء إلا بمعرفتها بذاتها ومعرفة نقيضها، ومعرفة التوحيد لا يتحقق له على سبيل التمام إلا بمعرفة أنواع الشرك. لهذا كثير من الناس ظلوا فيما ظلوا فيه في أبواب التوحيد، أنهم عرفوا بعض رسوم التوحيد ووقعوا في الشرك بزعم أنها لا تناقض ذلك التوحيد الذي عرفوا، فوقع كثير من الناس ببناء الأضرحة والقبور والمزارات والطواف عليها وسؤالها من دون الله، يظنون أن هذا لا ينافي ما عرفه من التوحيد، وهو ينافيه جملة وتفصيلا. لهذا ينبغي للإنسان أنه كما يعرف التوحيد أن يعرف الإشراك مع الله عز وجل غيره، وأن يعرف صوره وأنواعه التي حذر الله منها في كتابه العظيم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الوسائل الموصلة إلى الإشراك مع الله عز وجل غيره من تعظيم الأشخاص وتعظيم الجمادات أو تعظيم الموتى. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يكون قبره وثنا يعبد، يعني من دون الله جل وعلا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم تعظيم الأشخاص فوق حقهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني لا ترفعوني فوق منزلتي حتى مع الوقت يتدرج الأجيال فأعبد من دون الله. لهذا كثيرا من الناس الذين يدعون ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن ذلك، فيسألون من دون الله، أو ربما دعوا وسألوا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتباعه وأصحابه أو آل بيته، فيقولون يا الحسين أو يا علي بن أبي طالب أو يا زينب أو يا البدوي أو غير ذلك، فإن هؤلاء يسألون مخلوقات هي دون مقام النبوة بالاتفاق. فإذا كان لا يجوز ذلك في حق محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز لمن دونه؟ لهذا وقع كثير من الناس في الإشراك مع الله كما وقع كفار قريش، ولكن بصورة ذوات إسلامية لا بذوات سابقة للإسلام. والكفار قريش عبدوا أشخاصا قبل الإسلام، والذين أشركوا مع الله غيره عبدوا أشخاصا في الإسلام وينتسبون لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما صرفوه إليهم هو نفس النوع الذي صرفه كفار قريش، فطافوا على القبور ونذروا عندها وذبحوا لها وأتوها بالقرابين، سألوها جلب الخير ودفع الضر، سألوها جلب الوظائف وجلب المواليد والرزق وكشف المدلهمات وإزالة الغم والهموم ونحو ذلك. وهذا هو الشرك الذي وقع فيه كفار قريش، أعاذنا الله من ذلك. فإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تشركوا مع الله عز وجل غيره. فإذا صرف الإنسان شيئا من العبادة التي لله لغير الله على أي نوع، على نوع الوساطة أو على نوع الانفراد بأنه يستحق العبادة من دون الله أو أنه هو الإله، فقد كفر بالله عز وجل كفرا أكبر، أعاذنا الله من ذلك. ولعلنا في مجلس آخر نتكلم على مسائل الإشراك مع الله وأنواعها وصورها الأكبر منها والأصغر، الدقيق منها والجليل، حتى يكون الإنسان على بينة وحذر منها، فإن الكلام في ذلك يحتاج إلى ما هو أوسع من أمثال هذا المجلس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا في معاني التوحيد وكذلك أقسامه والأدلة على ذلك من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقد أشرنا أيضا في المحاضرة السابقة عن التوحيد وأهميته وجلالة قدره واتفاق سائر الشرائع عليه بجميع أنواعه وصوره، وبينا وقعدنا على مسألة جليلة من مسائل بيان وتوضيح المعاني، أن الشيء يعرف ببيان حقيقته وبيان ضده، وبضدها تتبين الأشياء. فإذا أراد الإنسان أن يعرف معنى التوحيد فيجب عليه أن يعرف معنى الشرك، وإذا أراد أن يعرف معنى الشرك فيجب عليه أن يعرف معنى التوحيد، وإلا اختل لديه ذلك الميزان والطرب، وأصبح الإنسان في معرفته لهذا الباب قاصرا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف الشرك بجميع صوره وأنواعه، وكذلك منزلته عند الله سبحانه وتعالى. وإنما وقع الخلط عند كثير من الناس بسبب جهلهم بأمثال هذه الحقائق، فيعرفون وجها للحقيقة ولا يعرفون ضدها. فالله سبحانه وتعالى بيّن الأمر بالصلاة والإتيان بها، وبيّن ضدها وهو الترك لها، فلا يعرف الإنسان قيمة الصلاة حتى يعرف عقوبة التارك. لهذا كان من أظهر بيان مقام التوحيد ومنزلته عند الله أن نبين معنى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من الفوائد في مسألة البيان والتوضيح أن نعلم أقسام الشرك، وأن نعلم شيئا من صوره حتى يحذر الإنسان من ذلك، وذلك لكثرة الصور وتنوعها فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. بخلاف العبادة، فإن العبادة منضبطة، والتعدي عن ذلك يعتبر من أبواب الابتداع. ولهذا فصور العبادات واحدة، وصور الحقائق واحدة، وأما صور الباطل فمتعددة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل، فالحق في ذاته واحد والباطل متنوع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله سبحانه وتعالى أخرج الناس من الظلمات فجعلها جمع إلى النور وهو مفرد. ولهذا نعلم أن صور المخالفة لله سبحانه وتعالى أكثر، وذلك أن الحق في ذاته واحد، وأما الشر فمتنوع بتنوع الأذهان وكذلك الأفكار التي تطرأ على الناس من وساوس الشيطان، فالمشارب متنوعة والمقصد في ذلك واحد ومخالفة الحق. الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى هو أعظم ذنب يعصى الله جل وعلا به، ويظهر ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن لا يغفر للمشرك الشرك إلا أن يتوب، فلا يكفر الله الشرك على الإطلاق بأي نوع من أنواع المكفرات إلا أن يتوب المشرك من شركه بنفسه. لهذا قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو الظلم العظيم، وبهذا وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم على لسان لقمان حينما قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وحينما أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إن الظلم هو الشرك، أولم تسمعوا لقول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله سبحانه وتعالى قد جعل الشرك على مراتب حتى يحذر الإنسان من الوقوع في هذه الصور وأن يتقيها، فربما يسلك طريقا يوجد فيه صورة ولا توجد الأخرى. ويجب حينئذ أيضا أن يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى عدل، ويجب أن يعدل مع العدل، وأعظم الظلم مع العدل أن يتوجه بالفضل الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى إلى غيره بالشكر والعبادة. وهذا المعبود إما أن يكون هوى ونفس، وهذا زندقة وإلحاد في جنب الله، وإما أن يكون خارج الإنسان من التوجه إلى شيء من المعبودات والمخلوقات من الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله زورا وبهتانا. ولأهمية الشرك وخطورته بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أعظم الذنب على الإطلاق، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟
قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي الحديث ولأهمية الشرك ووجوب الحياطة فيه حرم الله جل وعلا جملة من الوسائل الموصلة إليه، وإن كانت في ذاتها لا تكون كحال الشرك الأكبر، وإنما هي وسائل توصل إليه تحرف الإنسان عن الحق ويتدرج في الباطل حتى يصل إلى الغاية، وذلك حيطة وحذرا من الوقوع في الخطأ. وذلك أنه عرف بالعقل أنه كلما عظم الجرم وجب على الإنسان أن يحتاط وأن يضع لذلك الجرم حما، كحال الإنسان إذا وضع بئرا في مكان من الأماكن العامة فإنه يحتاط لها خشية أن يقع فيها الناس، وكلما كانت هذه البئر عظيمة وعميقة كان الاحتياط في ذلك أكثر، فيزداد في ذلك سدا للذريعة الموصلة إليها، ويجعل لها حما ربما مترا ربما عشرة أو عشرين أو خمسين، وإذا كانت بئرا يسيرة لا تؤذي من سقط فيها فإن تلك الحياطة تكون أقل. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى للشرك حياطة، وجعل له سبحانه وتعالى وسائل وحذر من هذه الوسائل، وذلك أن هذه الوسائل توقع في شيء عظيم. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من جميع صور الأقوال والأفعال والنيات الموصلة إلى الشرك الأكبر، وذلك أن الإنسان بطبيعته التدرج فيتدرج بالوسائل حتى يصل إلى المقاصد، وهذا أمر معلوم بالأمور المادية المحسوسة يدل عليه العقل والمنطق. ولهذا كان كفار الأمم السابقة ما وقعوا في الكفر الأكبر مباشرة، وإنما تدرجوا على سبيل الاستحسان للوسائل. ولهذا قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن محمد بن قيس أنه قال في قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم، قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم، قال فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وهذا نوع من الافتتان، فالابتداء كان في الصور، ثم تحول ذلك إلى ما هو أبعد منه فوقعوا في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله جل وعلا كما تقدم حما لتوحيده، وكذلك حما للشرك ألا يقع الإنسان فيه، فإذا وقع الإنسان في الشرك الأصغر واستدام فغالبا أنه يقع في الشرك الأكبر. فالشرك ينقسم إلى قسمين، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو الشرك في الربوبية، والثاني شرك في عبادته ومعاملته حتى وإن كان صاحبه يعتقد أن الله جل وعلا لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهذا هو الشرك في العبادة والألوهية. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا بجميع الصور ما يحذر الله جل وعلا منه حتى يكون الإنسان على حيطة من هذه الصور، وأن يعرف الأقسام حتى يعرف قيمة من يوالي من أهل الإيمان ومن يعادي من المخالفين من أهل الكفر والشرك. ولهذا نقول إن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو أن يتخذ الإنسان مع الله عز وجل ندا، ويكون هذا الند يعبد كما يعبد الله، وهذا الشرك ينقل الإنسان من الإيمان إلى الكفر إن كان على الإيمان. وكذلك أيضا فإنه يحبط جميع الأعمال، فلا يوجد إلا كفة واحدة للإنسان، وهذه الكفة هي كفة السيئات، وصاحبه إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه العذاب. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لمن كان ذلك الذنب، قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأكبر له أنواع متعددة يذكرها العلماء، منها ما يتعلق بدعاء الإنسان، ومنها ما يتعلق بباطنه وقصده، ومنها ما يتعلق بطاعته، وما يتعلق بمسائل التشريع والانقياد لغير الله سبحانه وتعالى فيما هو من حق الله، ومنها ما يتعلق بالمحبة وكذلك الخوف وغير ذلك من الأعمال الباطنة. أول هذه الأنواع هو شرك الجاهليين بدعائهم لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا من أظهر أنواع الشرك، وذلك أن الدعاء هو العبادة وهو الإثمار، في حال ورود حق لأحد على الإنسان فإنه يتوجه إليه لا يتوجه إلى غيره، فإذا أنعم أحد على أحد وكان له فضل عليه وشكر غيره عد ذلك ظلما وعدوانا ووضعا لشيء في غير موضعه. ولهذا وجب على الإنسان أن يتوجه بسؤاله لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله جل وعلا
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الدعاء هو العبادة كما جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهم، وذلك أن الدعاء يتضمن الإقرار بأحقية ذلك المدعو بسؤاله عن غيره وكذلك بقدرته على الإجابة، وهذا ما وقع فيه الجاهليون. فالدعاء في ذاته عبادة، والله سبحانه وتعالى أمر أن لا يدعى إلا هو، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فصرف ذلك لغير الله شرك لأي أحد كان، ولو كان معظما محبوبا عند الله من نبي أو ملك أو ولي، فضلا عن غيرها من مسائل من أمور الجمادات من الحجر والشجر والكواكب والأفلاك والنجوم وغيرها. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى حال كفار قريش وحال المشركين قاطبة في دعائهم لغير الله، وأنهم إذا كانوا في حال كرب شديد عرفوا أن لا منجي إلا الله، فتطهرت قلوبهم من الشرك لوجود الخوف. لهذا قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون في حال الكرب والشدة، وأعظم ذلك خطرا أن يشرك الإنسان في الحالين، في حال الكرب والشدة وفي حال الرخاء، وهذا من أعظم الذنوب وأخطرها، وكذلك أعظم جرما حتى من حال الجاهليين من كفار قريش وغيرهم. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا يتوجه لمنعم إلا لله سبحانه وتعالى، وإذا توجه لغير الله بسؤاله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك مع الله غيره. ومن أنواع الشرك والنوع الثاني ما يتعلق بالأمور الباطنة وهو النية، وهذه صور يسميها العلماء بأعمال القلوب من الرياء والسمعة وإرادة الناس، وهذا يقع في الأعمال الظاهرة العظيمة وفي الأعمال الدقيقة يحب الإنسان أن يحمد عليها. وهذا الحب إذا حمل الإنسان على أن يعمل أي يقدم ويحجم وأن يزيد وينقص في العبادة فهذا هو النفاق. وإذا كانت تلك المحبة محبة لا تجعل الإنسان يزيد ولا ينقص، وإنما هي محبة فطرية يحب الإنسان أن يكون مع أهل الإيمان وأن يراه الناس في مجامع الخير ونحو ذلك، فهذا من الأمور الحسنة. وإذا منعه ذلك عن الإقدام فإن هذا من أعظم ما يضر الإنسان في دينه ظاهرا وباطنا، وذلك أن الإنسان إذا أحب مدح الناس بفعل الحق فإنه سيفعل الباطل في حال ذمهم للحق، فيكون الإنسان ضعيف الإيمان. لهذا وجب عليه أن لا يراقب إلا الله. وقد بيّن الله جل وعلا حال أولئك بإرادتهم بعملهم غير الله، قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال جل وعلا مبينا عاقبتهم عنده: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا الأمر نوع دقيق دقيق جدا، ويقع من المنافقين الخلص ومن المشركين، فإن المشركين ما خرجوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رياء، فجعلوا عمل الباطل لغير الله، فكان باطلا وكان لغير الله، فكيف إذا كان حقا وكان لغير الله؟ فإن ذلك مما لا يقبل. ومن أنواع الشرك هو الطاعة فيما لا يطاع فيه إلا الله مما بينه الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا حد حدود ووضع شرائع وأنزل أحكام وفرض فرائض وسن سنن أمر بالإتيان بها، ليس لأحد أن يتدخل فيها، فذلك حكم الله جل وعلا، وهذا ما يسمى بالتشريع وحكم الله سبحانه وتعالى. فمن جعل لأحد من دون الله الحق في أن يعبد غير الله في هذا الباب من التشريع فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. إن الخروج عن الطاعة والتمرد على أمر الآمر موجب لإنزال العقوبة، وكذلك هو من الظلم. ولهذا نرى في أنظمة الدول وكذلك المجتمعات مهما تنوعت أن من خرج عن سياسة دولة أو عن طاعة والي أن ذلك يعد من الخوارج عليه ومن المخالفين لنظامه، يستوجب في ذلك التأديب والردع على مراتبه وأنواعه بحسب ما يقتضيه الحال، ويعده الناس من الخوارج المارقين المتمردين. فكيف إذا كان الإنسان قد خرج على حكم الله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى وتشريعه؟ ولهذا قد وقع بنو إسرائيل في ذلك مع أحبارهم ورهبانهم فجعلوهم مشرعين من دون الله، فانصرفوا عن الله إلى غيره، كحال الذي يبايع خليفة ثم يتوجه إلى مبايعة آخر، والمبايعة الأولى صحيحة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال بني إسرائيل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بيّن الله سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل وقعوا في الشرك، ووقوعهم في الشرك هذا بسبب اتخاذهم للأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وذلك أن طاعة العلماء وطاعة الكبراء والساسة ينبغي أن تكون على طاعة الله، وأنه ليس لأحد أن يشرع شيئا قد شرعه الله عز وجل على نحو مخالف. ولهذا لما نزلت هذه الآية وسمعها عدي بن حاتم الطائي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدي كان نصرانيا، والآية نزلت في بني إسرائيل، فقال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لسنا نعبدهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن تلك العبادة، فقال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وهذا الخبر قد رواه الترمذي وغيره، وفي هذا إشارة إلى أن حكم الله سبحانه وتعالى عبادة وتشريعه عبادة، لهذا قال جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فما قضى الله عز وجل به أمرا وجعله تشريعا وجب على الإنسان أن لا يخالفه إلى غيره، وإن خالفه إلى غيره ظل وزاغ. ولهذا الذين يشرعون تشريعات تخالف أمر الله ويحلون الزنا برضا الطرفين ويضعون تشريعات يحلون فيها ما حرم الله فهذا من منازعة الله عز وجل في حقه. وإذا قال الإنسان إنا لهؤلاء الحق في وضع ما يرون لصالح الناس فهذا هو الكفر الذي قصده الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كثير من الناس يظن أن الربوبية أن يعبد الإنسان غير الله عبادة بالسجود والركوع، ويغفل أن الطاعة أيضا كما أنها تكون لسيد ولوالد، والخروج عن ذلك مخالفة في الإتيان بالحق كذلك في حق الله سبحانه وتعالى وتشريعه. فالله جل وعلا ما أنزل الشرائع إلا لتبين وأن يعمل بها الناس. وأما من نظر إلى فعل حاكم فيما يخالف أمر الله وقال له أن يشرع ما شاء فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأما ما يخالف الله جل وعلا فلا يطاع في ذلك، فيطاع فيما يؤمر به من حق الله ويخالف فيما هو من غير حق الله، فهؤلاء لا يقعون في هذا النوع من الشرك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحذر من الوقوع في هذا، خاصة في الدول غير الإسلامية التي تضع أنظمة وقوانين تخالف أمر الله وتحاد الله جل وعلا في حكمه وتشريعه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم حدود الله جل وعلا ووجوه المخالفة حتى يكون على حيطة وحذر. والله جل وعلا بيّن أن كثيرا من الناس يزعمون أنهم على الحق، ولكن عند مسألة الطاعة في الحلال والحرام يجعلون ذلك لغير الله. قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سمى الله جل وعلا من يحكم بغير ما أنزل الله على نبيه طاغوتا، وهذا الطغيان الذي سماه الله سبحانه وتعالى يتجسد في المطاع إذا رضي بتلك الطاعة، ويتجسد أيضا في الطائع أيضا باعتبار أنه طغى وتجاوز الحد الذي أذن الله عز وجل به. ومن أنواع الشرك شرك الإنسان في المحبة، وهي من أمور القلب ولها لوازم ظاهرة في الأقوال والأعمال. والمحبة هي محبة عبودية الله الذي يلزم معها الإجلال والتعظيم والذل والخضوع والانكسار، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا صرفت هذه المحبة لغير الله فقد أشرك الإنسان بالله عز وجل شركا أكبر. وكثير من الناس يستشكلون أمثال هذه المعاني ويقولون كيف لا نحب غير الله؟ نقول إن الله عز وجل لم ينفي ولم يأمر بألا يحب غيره سبحانه وتعالى، وإنما أراد الله جل وعلا ألا يحب الإنسان أو المخلوق كمحبة الله. لهذا قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أنه ينبغي أن تكون المحبة قاصرة عن محبة الله، فيحب الإنسان أخاه وجاره وزوجه وولده ووالده ووالدته وصاحبه وسيده أو ملكه ورئيسه، ولكن لا يقدم ذلك على محبة الله. وعلامة ذلك وأمارته في مسألة الانقياد عند تزاحم الحق، فإذا تنازع حق الله جل وعلا مع حق غيره من المحبوبات، فإذا قدم الإنسان حق غير الله عليه فهذا فيه إشارة على تقديم تلك المحبة على محبة الله في هذا الباب.
وهذا الإنسان ربما يقع في شيء من الشرك الأصغر وربما يقع فيه في الشرك الأكبر، كما كان يفعل كفار قريش حينما أحب الأصنام والأوثان. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة تظهر قوتها وضعفها من أفعال الإنسان وأقواله، فإذا انصرف الإنسان إلى محبة غيره غير الله ينظر إلى أفعاله، انصرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا أمارة على أنه ما أقام لتعظيم الله عز وجل وزنا في قلبه هو كاذب في دعواه أن الله أنه يحب الله أكثر من غيره. وإذا توجه إلى الله عز وجل ولم يصرف شيئا من الأفعال لغير الله فهذا الدليل على صدق دعواه. ولهذا مسألة المحبة الفطرية وكذلك الكراهة الفطرية مما يعذر به الإنسان شريطة أن لا يعمل وأن لا يقول بها الإنسان. لهذا ربما الإنسان يعجب من مشرك ويحب فيه أخلاقه ويحب فيه قوامه وإتقانه لعمله ونحو ذلك، ولكن ينبغي ألا يحمله ذلك على تقديمه على غيره من أهل الإيمان، والإحسان إليه شيء وتقديمه على غيره من أهل الإيمان فيه قصور. لهذا قال الله جل وعلا: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أثبت الله عز وجل وجود الإعجاب وما أمر بنزعه، ولكن بيّن أن هذه الأمور الظاهرة ينبغي ألا تطغى على شيء الباطن، لأنه إن عدل في ظاهر أمره فقد وقع في أعظم الظلم وهو الجور مع الله، فعبد صنم وعبد حجر وعبد وثن وعبد بقرة وعبد نجوم أو ألحد وتزندق ولم يضع جبهته لله. فلا ننظر إلى أفعال جزئية ونقدمها على أمور عظيمة هي من حق الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس الذين يتعلقون بالماديات وبالأمور الظاهرة تطغى هذه النظرة على عظم حق الله. وينبغي أن يعلم أن مثل هذا الأمر فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بغيره إذا كان ممن ظلم نفسه بالإشراك مع الله عز وجل غيره وكان من أهل الذمة، أن عدم الإحسان إليه باب منفك عن هذه المسألة. فالإحسان إليه شيء، وتقديمه على غيره من أهل الإيمان ومحبة دينه شيء، فيحسن إليه تأليفا لقلبه ويكرم، وإذا دعا أن يجاب تأليفا لقلبه على الله عز وجل أن يهدي قلبه من ذلك الضلال وذلك الظلم الذي وقع فيه. ولهذا نقول إن وجود الشيء الفطري بمير الإنسان إذا لم يحمله على شيء من الأقوال والأعمال فيقول إن المؤمن أو إن الكافر أفضل من المؤمن أو يقدمه ويجعله بطانة له، فهذا من أمارات النفاق. وأما الميل القلبي الذي لا يحمل الإنسان على قول وفعل فهذا مما لا حرج فيه. وهذا أيضا كما أنه في المحبة كذلك في الكره والبغض، فالإنسان ربما يكره شيئا، الإنسان يكره أن تقتل نفسه وأن يفقد ماله في القتال في سبيل الله، ولكن ينبغي ذلك أن لا يحمله على أن يقول بكراهة الجهاد أو كراهة المقاتلة في سبيل الله. لهذا قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني الإنسان يكره أن يفقد شيء ولكنه مكتوب، فإذا سئل عنه يقول شريعة ربانية، وإن قصر عنه من جهة الهمة أو وجد شيئا في قلبه من حب الدنيا وعدم الركون إلى العمل بتلك الطاعة، فنقول إن هذا إذا كان لا يحمله على رد ذلك الحكم ونقضه فإن هذا لا يدخل في هذا الباب، وهذا أمر فطري ربما لا يستطيع الإنسان نزعه. وهذا كذلك أيضا فيما يتعلق بمسألة الإنسان مع زوجه، فالمسلم يجوز له أن يتزوج كتابية، وربما يتساءل البعض كيف يتزوج الإنسان كتابية في الإسلام وهو مأمور بأن يوالي أولياء الله جل وعلا وهم أهل الإيمان وأن يعادي أداء الله عز وجل وهم أهل الكفر. نقول إن علاقة الرجل مع زوجته علاقة فطرية وميلا قلبيا لا ميلا تعبديا شرعيا، وهذا يظهر أيضا في الوالدين. ربما يكون عند أحد من الناس والدان وهما على الشرك، فالله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهما في طاعة الله، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي عليهما بل يحسن عليهما وأن يكرمهما وأن يخفض لهما جناح الذل من ماذا؟ من الرحمة، لا من الطاعة فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يكون مثلا الإنسان يهديه الله عز وجل للإسلام وأبوه يهودي أو نصراني فيحسن إليه ويطيعه ويحبه لجانب الأبوة، كذلك أيضا من جهة الزوجة يحسن إليها بكفايتها ومؤونتها ومعاشرتها، ويكره على ما هي عليه من مخالفة أمر الله، وكذلك أيضا أن يفرق بين الطاعة فيما يغضب الله وما لا يغضبه. فإذا طلبت الزوجة النصرانية الإتيان بصليب أو الإتيان بصنم أو نحو ذلك أو الإتيان بخمر فهذا لا يجوز أن يطاع. لماذا؟ لأنه فيما يخالف أمر الله، وأما الإتيان بالطعام والكساء
وقضاء الحاجة ونحو ذلك، فهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده. وبهذا يظهر التفريق بين النوعين، المحبة الفطرية والمحبة الشرعية ولوازم ذلك من الأقوال والأعمال. ومما ينبغي أن يعلم كما تقدم الإشارة إليه أن الشرك الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو على نوعين، شرك أكبر وتقدم الإشارة إليه بأنواعه بمجموعها، وشرك أصغر. والشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر من الأعمال الظاهرة والباطنة. والله سبحانه وتعالى حينما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال غير واحد من العلماء إن هذه الآية يدخل فيها الشرك الأصغر أيضا، وأن الله لا يغفر لصاحبه إلا أن يتوب نفسه. ولكن يختلف الشرك الأصغر عن الأكبر أن الشرك الأصغر لا يكفر صاحبه، فلميزانه كفتان، كفة الحسنات والسيئات، فيكون الشرك الأصغر مع السيئات يوازنه ويقابله مسألة الحسنات، فإن ثقلت حسناته كان من أهل الجنة، وإن ثقلت سيئاته ولم يتب الله جل وعلا عليه كان من أهل النار. وقد اختلف العلماء في دخول هذا الشرك في عدم الغفران المذكور في الآية على قولين، وهما قولان لابن تيمية رحمه الله. ومنهم من قال أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الشرك في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به جعله عاما ويدخل فيه جميع الصور، ولكن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يلزم من هذا أن نقول إن تحريم الله عز وجل الجنة على عبده الذي يشرك معه شيئا وإحباط جميع العمل ينبغي أن يكون أيضا من الشرك الأصغر، لأنه جاء بإطلاق في هذه الآية. وكما نقول بتقييدها هنا نقول بتقييدها هناك، وكلا الأمرين محتمل. وينبغي أن نعلم أن الشرك الأصغر لكونه من الوسائل وفيه أمور ظاهرة وباطنة أن هذا مما يخفى على كثير من الناس، ولهذا أظهر أنواع وأصناف الشرك الأصغر هو الرياء والسمعة. ولهذا الأنداد في قول الله جل وعلا لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الأنداد هم الذين ينصبهم الإنسان ويجعلهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الأصغر كما فسره غير واحد من العلماء. فالله جل وعلا حينما قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فسره جماعة من المفسرين بأنه الشرك الأصغر. ولهذا قال غير واحد من العلماء الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ولولا فلان وفلان وما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان ونحو ذلك. هذه ألفاظ توحي باقتران وتسوية ينبغي الإنسان أن يحذر منها، وهي من الشرك الأصغر الذي يفضي بالإنسان تعظيما بذلك المذكور. لهذا ينبغي الإنسان أن يقول لولا الله ثم فلان، أو ما شاء الله ثم شئت، والأولى من ذلك أيضا أن يقول ما شاء الله وحده، وإذا ذكر فضل الإنسان يذكره على سبيل الانفراد لا على سبيل الجمع والاقتران مع الله. والشرك الأصغر له صور كثيرة متعددة، ومن ذلك ما يتعلق بالأفعال من تعليق التمائم والتولة، أن يضع الإنسان على جسده شيئا يستدفع به البلاء، أو على بيته أو نحو ذلك، فيضع حجرا أو خيطا أو قرنا، أو يعلق على ساعده خيطا، أو يضع في يده معدنا يريد أن يدفع في ذلك البلاء، أو ما يعلق على السيارات ونحو ذلك. فهذا من الأسباب التي لم يجعلها الله عز وجل أسبابا في ذاتها، فوجب أن يرجع فيها إلى الدليل. وكذلك أيضا ما يتعلق بالأمور القلبية من أن يتصور الإنسان أن معالم الكون تأمره وتنهاه، وهذا ما يسميه العلماء بالطيرة. قد جاء في السنن عند أبي داود والترمذي من حديث زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني أن الإنسان يقع في نفسه شيء من نظر إلى معالم الكون ويرى لها تأثيرا بالهاجس والخاطر، لكن ينبغي الإنسان أن يذهبه بالتوكل على الله والاعتماد عليه. وينبغي أن نعلم أيضا أن الشرك الأصغر على نوعين، شرك ظاهر وهو ما يقع في الأقوال والأفعال، وشرك باطن. ومن الشرك الظاهر في الأقوال قول الإنسان ما شاء الله وشئت، وقد جاء عند النسائي والإمام أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فقال الرجل ما شاء الله وشئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أجعلتني لله عدلا، قل ما شاء الله وحده.
ولهذا ينبغي الإنسان أن يقول ما شاء الله وحده، وليس للإنسان مشيئة إلا بعد مشيئة الله. لهذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا الأصل في الشرك أنه الشرك الأصغر، ولكنه مع ذلك قد يفضي إلى الشرك الأكبر بحسب نية قائله وقصده، وكذلك أيضا بحسب ما يتعلق بقلبه من ذلك المعظم. وأما شرك الأفعال فهو ما تقدم الإشارة إلى شيء منه، كلبس الخيط والحلقة لرفع البلاء ودفعه أو جلب الخير، تعليق التمائم خوفا من العين. ولهذا قد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من الشرك بجميع صوره وأنواعه. ومن اعتقد أن هذه الأسباب التي لم يجعل الله عز وجل أسبابا هي أسباب لرفع البلاء ودفعه فهو شرك أصغر، كالذي يضع مثلا الخيط ويقول هذا سبب، أو يعلق شيء على السيارة ويقول هذا سبب يدفع الله عز وجل به الشر، فهذا شرك أصغر. وإذا جعلها في ذاتها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر، وهو ما كان عليه الجاهليون. وأما النوع الثاني وهو الشرك الخفي، والأول كما تقدم هو الشرك الظاهر من الشرك الأصغر، والثاني هو الشرك الخفي وهو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات، وهذا يتداخل مع النوع الأول باعتبار الرجوع إلى الباطن. وذلك كمن يعمل عملا حسنا يتقرب به إلى الله جل وعلا فيقوم بتحسين ذلك العمل، يحب أن يمدح وأن يثنى عليه. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند من حديث محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وهذا النوع من الشرك لا يكاد يسلم منه أحد، ولهذا يقول غير واحد من العلماء أن هذا النوع من الشرك بحر لا ساحل له، قل من ينجو منه. ومن أعظم وجوه السلامة في هذا النوع من الشرك أن يكثر الإنسان من العبادة الباطنة التي لا يراها إلا الله سبحانه وتعالى. العبادة الباطنة السرية التي يفعلها الإنسان تزيد من إخلاص الأعمال الظاهرة، وهذه موازنة معلومة. ولهذا كثير من الذين يشكون من الرياء والسمعة ليس لهم من العمل الباطن شيء. ولهذا جاء رجل إلى حذيفة كما روى ابن عساكر وغيره وهو عمران، فقال له: هل أنا من المنافقين؟ قال: هل تصلي إذا خلوت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا. لهذا ينبغي الإنسان أن يطهر الأعمال الظاهرة بالعمل الباطن، لأن العمل الباطن لا يمكن أن يكون إلا لله. فإذا صلى الإنسان في حجرة لا يراه فيها أحد أو في خلوة وذكر الله عز وجل وسبه وحلل فهذا لا يرجو فيه إلا الله، فينبغي في ذلك أن يتوجه لله سبحانه وتعالى سرا، لأن ذلك يعين على العمل الظاهر. وأما الذي يقلل من عبادة السر فهذا تكثر عليه مداخل الشيطان في العمل الظاهر، ولهذا ينبغي الإنسان أن يطهرها بالعمل القليل في الخفاء. ولهذا نستطيع أن نقول إن ورود الرياء على الإنسان لا يخلو من أحوال. أول هذه الأحوال أن يقوم الإنسان بتأسيس عمل لغير الله، كالذي يذهب إلى الصلوات ولم يؤدي الصلاة على الإطلاق إلا هذه المرة أو إذا رأى الناس فقط، فهذا رياء لا يكون إلا من المنافقين الخلص الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء في قوله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لهذا لا يتصور ذلك أن يكون هذا من مؤمن، وعمله في ذلك مردود إليه ولا خلاف في هذا. وأما الثانية أن يكون العمل لله عز وجل ولكن يشاركه الرياء من أصله، فهذا أيضا مردود. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والمراد من هذا أن الله سبحانه وتعالى غني عن عمل الإنسان، وقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الناس إذا تشاركوا في مال وأرادوا أن يتفاصلوا تغالبوا، كل يريد الزيادة، ولكن الله عز وجل إذا أشرك معه غيره سبحانه وتعالى ترك العمل كله للطرف الآخر. انظر هل ينفعك في ذلك أم لا. ولهذا قال الله عز وجل عن نفسه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لهذا العمل إذا خلطه شيء من الرياء لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا خلاف فيه. والثالثة أن يكون أصل العمل لله ولكن طرأ عليه الرياء بالتحسين المتضمن لذات العبادة، وصورة العامة هي لله عز وجل يؤديها الإنسان ولكنه ربما حسن وزيد فيها، فنقول إن مثل هذا يرد من العمل بقدر ذلك التحسين،
ويقبل منه ما أخلص به لله جل وعلا. وينبغي أن نعلم أنه يجب على أهل الإيمان أن يحذروا من ترك الأعمال خشية الرياء والسمعة، وأن هذا من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان. وربما يدخل على بعض الصالحين وبعض المتعبدين لله سبحانه وتعالى من هذا الباب، فيدع العبادة التي يعملها خشية أن يرائي. ولهذا قال الفضيل كما روى البيهقي في شعب الإيمان من حديث محمد بن عبد ويه قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منها. والمراد من هذا أنه ينبغي الإنسان إذا وجد في قلبه ميلا لحب فلان ونحو ذلك ينبغي له أن يؤدي ما كان يؤديه مع المجاهدة للقلب، وأن لا يدع على ما هو عليه ينساق، بل يجاهد ويفعل، لأن ترك العمل لأجل الناس من وجوه الرياء. ومعنى ذلك من وجوه الرياء أن العبادة كانت قائمة لله سبحانه وتعالى على سبيل الدوام في مثل هذا الوقت، فتركها في مثل هذا الوقت إما أن يكون عبادة وإما أن يكون عادة، وما يتعلق في العبادة من الأفعال والتروك لا يكون إلا عبادة. فإذا فعل ذلك فترك العبادة عبادة يتدين بها الإنسان خشية الرياء، وهذا فعل ذلك لغير الله. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من ترك العبادة لغير الله جل وعلا، بل يفعلها ما كان معتادا عليها، وأن يخلص لله سبحانه وتعالى. وينبغي أيضا أن يحذر الإنسان من هذا الباب وهو الرياء والسمعة، فمداخله عظيمة وصوره متنوعة، يكون حتى في الأمور الدقيقة في حب الإنسان لمدحه حتى من أقرب قريب إليه، الأب عند ابنه والعكس، الجار عند جاره، والأخ عند أخيه، وغير ذلك من الصور. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الصور، وأن يتوقع بالاستعاذة من شرها وطلب الكفاية من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن ثمة فروق بين الشرك الأكبر والأصغر، وذلك أن الشرك الأصغر هو من الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر، والشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فهذا من مواضع الخلاف كما تقدم الإشارة إليه. كذلك فإن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه ومعه ورده، كما تقدم في قول الله جل وعلا: أنا أغنى شركائي عن الشرك. كذلك الشرك الأكبر يخرج الإنسان من الملة، والشرك الأصغر لا يخرجه من الملة بالاتفاق. وكذلك فإن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار ومحرم عليه الجنة، وأما الأصغر فكغيره من الذنوب. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الأنواع كلها، وأن يحذر أيضا من الاسترسال في الرياء والسمعة، فإن الإنسان كلما استرسل في الرياء والسمعة أوصله ذلك إلى إنشاء عبادات لم يكن أنشأها لغير الله، فبدلا أن يكون قد وقع في الشرك الأصغر تدرج حتى وصل في الشرك الأكبر، وهو شرك المنافقين الخلص الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام على أنواع الشرك وصوره مما يطول جدا وأمثلته عريضة، والناس يتنوعون في كل زمن بالحديث عنه، وصور المستحدثات موجودة ما وجد الشيطان، ويوجد من أنواع الأسباب الكثيرة ما يتعلق بالشرك الأصغر، ما يعلق في السيارات في الخلف من صور ونحو ذلك يظنون أنها تدفع البلاء عن الإنسان، أو كذلك بالأبراج والأفلاك، فمن ولد في برج كذا وكذا فإن حياته ستكون كذا وكذا، وهذا لا شك أنه من الأمور التي لم تعرف شرعا ولم تكن معلومة أيضا من جهة الحس. فنحن نجد طبائع الناس ولدوا في موضع واحد، بل نجد من الناس من هم توأم من أب وأم واحدة ولدوا في ساعة واحدة، وتجد هذا شقي وهذا سعيد وهذا صالح وهذا طالح وهذا غني وهذا فقير وهذا متزوج وهذا أعزب وهذا مريض وهذا صحيح، وأخلاقهم الفطرية وأجناسهم وألوانهم متباينة. وهذا من أظهر الفساد المادي المشاهد بفساد مسألة الأبراج، وقد فتن كثير من الناس في وسائل الإعلام بأمثال هذا، وهذا من الشرك الأصغر لجعل الإنسان هذه الأسباب أسباب ليست مشروعة وليست معلومة أيضا من جهة الحس. كذلك أيضا إن اعتقد الإنسان أن هذه الأبراج تتصرف بذاتها وليست هي الأسباب فهذا هو الكفر المخرج من الملة، وقد جعل شيئا من حق الله لغير الله، أعاذنا الله عز وجل من ذلك. وهذه الصور لها صور وأجناس، وتستعمل على طرق متنوعة في الفضائيات وسائل الإعلام المقروءة وكذلك المسموعة، ويساق إليها كثير من الناس غفلة وربما جهل أو تجاهل لأحكام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعيذنا من الشرك بجميع صوره وأنواعه، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والسنة،
وأن يجمع كلمتنا عليه، وأن يعيدنا من الشرك والبدعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله.